السلام عليكم ورحمة الله، طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم الذي يصل إليكم عبر شاشة الرافدين. نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعبر أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة. نبدأ ملفنا الأول لهذه الليلة بالحديث عن التغير المناخي، حيث تصنف الأمم المتحدة العراق من بين الدول الخمس الأكثر تضرراً من بعض تداعيات التغير المناخي، ويتوقع بحلول العام 2050 أن يزداد معدل الحرارة السنوي في العراق بدرجتين ونصف الدرجة المئوية وفق البنك الدولي، الأمر الذي سيتسبب بالمزيد من التصحر والجفاف في بلاد النهرين التي كانت تسمى بأرض السواد لخصوبة أراضيها ووفرة مياهها. وفي هذا السياق وثق ناشط من محافظة النجف انخفاض المياه في المحافظة بشكل غير مسبوق هناك، إذن وثقها أو كان هناك نقص بشكل غير مسبوق نتيجة الإهمال الحكومي وعدم معالجة أزمة المياه بالبلاد. فلنتابع إذن ما وثقه هذا الناشط. عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة ما أعرف شو أسولف لكم، مناظر جدا مرعبة في بحر النجف، انخفاض كبير في مياه بحر النجف دون معرفة الأسباب، يعني من وعيت على الدنيا لليوم ما شايف بحر النجف بهذا الشكل، يعني انخفاض كلش كبير أكثر من مترتين ارتفاع انخفضن. شنو السبب؟ ما اعرف ليش اكو سر، يعني من وعيت على الدنيا لحد هذا اليوم ما شفت مشهد كارثي مثل هذا المشهد، حقيقة فعلا كارثة، يعني حتى شوف الارض اللي هي بنص تقريبا بحر النجف بدأت تطلع لفوق، يعني انخفاض تقريبا من مترتين الى 3 مترات، يعني بشكل مفاجئ. هي هنا المشكلة، بشكل مفاجئ، يعني حوالي قبل شهر من الان كانت المياه تقريبا واصلة لحد الشارع، ايه قبل شهر من الان، وراح اخلي لكم فيديو هسه وشوفوا شلون كان وشنو صار. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما اعرف شنو هذا السر الغريب بهذا الموضوع، ما قاعد اعرف لان مو ابو اختصاص. خلينا ننتظر اهل الاختصاص شوفون شنو اللي دا يصير في بحر النجف، وليش هذا الانخفاض بشكل مفاجئ وبنسبة كبيرة، يعني تقريبا 3 مترات ينخفض خلال شهر، هاي كارثة قسما بذات الله كارثة. وسبق أن أعلن مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة أن المحافظة مستمرة في تسجيل نسب عالية من التلوث، فيما رصدت إهمالا ولا مبالاة بالنسبة لمياه الشرب في مناطق شط العرب. وأضافت المفوضية أن هناك إهمالا كبيرا إزاء انقطاع الماء عن مناطق شاسعة في قضاء شط العرب، فضلا عن وصول مياه ملوثة ينعدم فيها أي من عمليات التعقيم أو حتى التصفية للعديد من مناطق البصرة وبشكل متكرر. وأكدت المفوضية أن ملف التلوث البيئي في البصرة خطير للغاية سواء للمياه أو الهواء أو التربة. وقد تحدث مواطنون من محافظة البصرة عن وجود كارثة بيئية فيها نتيجة تلوث مياه شط العرب، وطالبوا الجهات المعنية بالاهتمام وضرورة إيقاف ظاهرة تلوث المياه التي باتت تهدد صحة المواطنين في المحافظة. فلنتابع إذن هذا الفيديو. الكوارث البيئية جاي يصير بحق شط العرب، احنا من نشوف ننقهر صراحة، جاي نشوف المجاري اللي هي خلفية المجمعات السكنية الجديدة الموجودة عندنا بقضاء شط العرب، وين جاي تروح المياه؟ جاي نذوب شط العرب، واحنا ايضا بقضاء شط العرب خصوصا التنومة جاي نعيش تجربة الشركات الهزيلة، الشركات التعبانة بقضاءنا شط العرب، يعني ما معقولة انه شط العرب كامل وقضاء كامل يذب المياه المجاري بنص شط العرب، احنا يسولفون اهلنا بالسابق
بالموجودين يشربون من ماشي طلاب. هسه اتحداك توقف هنا دقيقتين ثلاثه من الروائح والريحه والوضعيه التعبانه. والمشكله الاكبر انه بيوت المسؤولين هاي ما يبعدن حتى 200 متر 300 متر، كلها على مرأة ومشاهد المسؤولين الموجودين بشط العرب. ثقيله ذب بوسط شط العرب، شط العرب الله منزله انه رحمه، هو بس الاهل البصر هذا اللي يصفون من عنده الماء ونشرب من عنده. هسه التحليه نجي نشرب وكلها سهال، اطفالنا عوائلنا تشرب من هذا الماء يقبلها هسه المسؤول القاعد هناك ببغداد بكل المحافظات يقبل يشرب ماء مجاري؟ يعني البصره تنتج النفط، تنتج الغاز، تنتج الهاي، هيش تعاملونها؟ بس هذا التعامل مالكم هذا صحيح؟ هاي الكارثه البيئيه صارت بسبب هاي المشاريع الاستثماريه السكنيه اللي صارت، انه ماكو ما فكروا انه يسوون محطات لوحده معالجه المياه الثقيله. بالبر اسوي وحده معالجه مثل ما انت سويت وحدات سكنيه، الوحده السكنيه تنباع ب 750 مليون وغيره، ما اعتقد راح تكلف وحده المعالجه لما نسويها لهاي الوحدات السكنيه، هاي شغله. الشغله الثانيه هذا التلوث البيئي هسه على احسب انت ايش قد اكو سكن بداخل هاي المجمعات، ايش قد يوميا ينزل كم لتر ماء من المياه الثقيله بداخل شط العرب، هذا التلوث الذربين. احنا ماينا شربنا من مياه شط العرب، غسلنا من مياه شط العرب، وقاعد اشوف انت الامراض اللي قاعد تصير صار ممكن انه الهواء ياخذها، ممكن نسد بيبانه، ممكن نرش معطرات، لكنه التلوث الماء للشربه، الماء اللي تغسل بيه، الامراض الجلديه، الامراض السرطانيه صارت. هسه هذا المطلب مالنا البارحه حقيقه تفاجئنا بهذا الانبوب اللي سعته 24 يضخ مياه آسنه في شط العرب، واللي هو مو يضر شط العرب بس، مو اهالي شط العرب، كل اهالي البصره. حقيقه اليوم احنا دعوتنا كان لازم كل اهل البصره يحضرون ويانا، ومحطات المياه اللي واقع على شط العرب كلها تسحب من هذه المياه الآسنه وتطيهم، ولذلك نشوف الامراض السرطانيه، امراض الجلديه والامراض غيرها كلها من هاي الاعمال اللي جاي يقوم بها هاي الشركات اللي اقامت مجمعات سكنيه وما تخسر من نفسها، مع العلم انه من ضمن الشروط اللي كانت توضعها المجلس المحلي في قضاء شط العرب ان خدماتهم كلها عليهم هاي الشركه. اذا هذا الملف، ملف التلوث والتغير البيئي، كيف غرد وكيف تفاعل معه العراقيين. فلنقرأ سويا. جواد علاء قال: شط العرب صار نقمة علينا بسبب الأمراض الجلدية والباطنية والسرطانية. أيضا أحمد العيداني العنزي قال: جريمة بحق الإنسانية وبحق قضاء شط العرب. ميلاد البصراوي قال: منين نتلقاها؟ من أمراض النفط، من المياه، حسبنا الله ونعم الوكيل. ملتهيين بالمقرنص والمجموعات السكنية، كل بيت يباع 5000 مليون، والأرض ببلاش من الدولة للمستثمر، والعلاقات بينهم. أحمد الحسيني الميالي قال: أكثر سبب في انخفاض مياه بحر النجف هو حفر آبار المياه الجوفية للاستفادة منها في سقي حقول القمح والشعير المستثمرة في بادية النجف أسفل البحر، وجفاف أنهر البزل التي كانت تصب في بحر النجف. سلام عبد الهادي علق قائلا: إيرادات الماء لبحر النجف قليلة إن لم تكن شحيحة. علي الكناني قال: الأحزاب وما أدراك ما الأحزاب، يريدون الأراضي اللي يم البحر، قطعوا الماء مال الأنهر التي تصب بالبحر حتى يجرفون البساتين. هذا كان رأي علي، وبه نختم هذا الملف مشاهدينا، وننتقل إلى ملفنا الثاني، حيث سنتحدث قبل الانتقال إلى الملف الثاني. حياكم الله أخي أبو علي من النجف. أبو زينب، حياك الله أخي أبو زينب. حياك الله. حياكم الله أخي أبو زينب. أخوي أبو زينب، شط العرب يعني كما شاهدنا بالفيديوهات تنحسر مياهه بشكل لافت، هل هناك تعليق على هذا الانحسار وهذا التلوث بشكل عام في المنطقة هناك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هي المسألة ليست حديثة،
هي من بدء الاحتلال في 9/4/2003 وإلى الآن. الغاية هو تدمير العراق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وخاصة المناطق العربية. يعني المسألة شط العرب هو شنو؟ التقاء دجلة بالفرات. هذا منين يجي؟ يجي من بلدين هما منبعي المياه. يعني الفرات بالكامل هو منبع من تركيا، ودجلة قسم من الأراضي العراقية، والقسم الأكبر من الأراضي الإيرانية. إيران قطعت علينا المي، وتركيا قطعت علينا المي، بحيث أنه نهر دجلة قام ينعبر. فهذا لما يقل المي، مسألة طبيعية، مسألة علمية، يعني من أشبه بالتبخر، راح شي يصير؟ تزداد نسبة الملوحة. طيب أخوي، تزداد نسبة الأطيان، تزداد نسبة السفيروجيرا وغيرها. عذرا للمقاطعة أخوي أبو زينب، يعني الحكومات برأيك تقوم بمسؤولياتها؟ يعني عندما يكون هناك أنهار ومياه في الأراضي التي أو في يعني هذه المناطق التي تمر فيها المياه، يجب على أي حكومة أن تستثمر هذا الوجود للمياه ولو كان بشكل قليل. برأيك هل الحكومات قامت بدورها كما يجب؟ الحكومات لم تقم ولن تقوم بدورها، لا في السابق ولا في الآن ولا في المستقبل لا قدر الله إن بقيت. لأن هذه الحكومات هي مرشحات الأحزاب، والأحزاب ما لم توافق عليها إيران لا يكون ولا يصل أي رئيس جمهور، العفو، أي رئيس وزراء إلى سدة الحكم إذا لم يكن من ترشيح إيران. والدليل أنه منصب رئيس الجمهورية منصب اعتباري لا يتم إلا عن طريق الترشيح، بينما منصب رئيس الوزراء منصب سيادي وكل الأمور بيده ويكون بالتعيين. يعني أنا ما شايفينش نظام 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 ديمقراطي. فهذا لازم يعلن ولاءه، وده تلاحظون أنتوا كل ما يعينون رئيس وزراء ثاني يوم يروح يقابل المسؤولين الإيرانيين. صحيح. هذا شوف شنو علاقتنا بإيران أو شنو علاقة إيران بينا؟ إيران تعتبرنا إحنا الحديقة الخلفية لهم. فوجود الأحزاب في العراق ببقاء الكتلة الحاكمة في إيران، ووجود إيران مرتبط بذولا، واحد مرتبط بالثاني، فمو مشكلة عندهم الشعب العراقي إذا مات أو لا. والدليل جاي يلبون مبازلهم علينا وقتلوا زرعنا، وكل سنة من يريد يصير الحصاد قبل اسبوع او 10 ايام. طيب لكن ايران كما تعلم ابو زينب، ايران يعني تصدع الرؤوس وهي تقول انها تحارب الشيطان الاكبر في المنطقه، تحارب محور الشر، تحارب امريكا واسرائيل. كل كذب. كل جايين لتدمير الشعب العراقي، وعندهم مخطط بعيد المدى، وصرحوا عنه، قالوا يجب ان نعيد امجاد الامبراطوريه الفارسيه وأن تكون عاصمتها بغداد، وسنحتفل في بغداد. وقالوا أنه ليس فقط العراق، وإنما سوريا ولبنان والأردن والسعودية وكل دول الخليج واليمن وعمان، كلها يقول لازم نحتلها، يقول أن حق بها. بدا شوف شنو حقهم هم اللي بيها، ويتباكون على فلسطين، هم محتلين إمارة عربستان. يعني كلها هاي محاربة أمريكا كلها تمثيلية أبو زينب؟ كلها تمثيلية. بالعكس، أمريكا مستفيدة من إيران في تدمير العراق وفي تدمير المنطقة كلها، وفي إيجاد أو وجود إسرائيل لأبعد مدى. بس أكو ناس عندنا من متخرصين كل شيء ما يفتهمون بالسياسة. يعني حيوان يجيبوه من الرابع ابتدائي عتال يسووه وزير، يسووه محافظ، يسووه مدير عام. يعني طيب، عجيب. ويا هي الحالة كل شيء ماكو أبو زينب، ويا هي الحكومات وهاي الحالة، شنو الحل؟ الحال أنه الشعب يثور لا أكثر ولا أقل، من الشمال إلى ثورة مسلحة عارمة، مو ثورة مثل ما تشرين ثورة سلمية، لا، سلم ما في. الإمام علي عليه السلام يقول: رد الحجر من حيث جاء، فالشر لا يدفعه إلا الشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياكم الله أخوي أبو زينب، كنت معنا من النجف. ننتقل بعد هذا الاتصال إلى ملفنا الثاني مشاهدينا، والذي نتحدث فيه عن واقع التعليم في العراق، حيث تسبب حجم الفساد في العراق في تردي الواقع التعليمي فيه واستبعاده من قوائم التصنيفات العالمية في مجال
التعليم لعدم مطابقته لجودة التعليم الرصينة. وسبق أن خرج العراق من مؤشر دافوس لجودة التعليم عام 2021، ما أثار ردود فعل غاضبة في البلاد، حينما وصف عراقيون التصنيف بالانتكاسة الكبيرة للبلاد والخيبة التي تتحمل السلطات الحكومية عقب الاحتلال كافة تبعاتها. ويتراجع مستوى التعليم في العراق بشكل لافت في ظل نقص حاد في إمكانات المؤسسات التعليمية وصعوبات في معالجة المشاكل، مع غياب الخطط طويلة الأمد لسد النقص وتطوير المؤسسات كما يرى مختصون. وفي هذا السياق، مشاهدينا، طالب ناشطون أو ناشط من محافظة البصرة طالب الجهات المعنية بمتابعة واقع الجامعات والمدارس الأهلية والحفاظ على رصانة التعليم بالعراق. فلنتابع ما قاله هذا الناشط. هين على عام دراسي جديد، وبالتالي المدارس الأهلية والجامعات والروضات غزت مدينة البصرة والعراق بصورة عامة. قبل ماكو مجالس محافظات التابع، اليوم بالعراق عندنا مجالس محافظات، والمناشدة عامة تخص العراقيين بالكامل بكل طوائفهم. ما أعرف الزي بفلوس وبكيفه، القرطاسية بفلوس، الطبة بفلوس، فتح استبارة بفلوس، والصايق من عدم بفلوس، ويفرض الرقم بباله. وإذا دخلت لهذه المدرسة الأهلية وطيت نص القصد وما عجبتك وتريد تروح لغير مدرسة ما ينطونك القصد. ما أعرف الكادر اللي يدرس بالمدرسة الأهلية منين جبتوه، وبالتالي جاي تأثرون عليه مدارسنا الحكومية. لا بأس بيكم فايدة ظلوا، بس عم نريد مراقبة، متابعة، محاسبة. ما أعرف، وفي بعض الأحيان وبعض المدارس يقول لك إحنا ننجح. إي مو هذا دخلناه مدرسة أهلية والطفلوس لازم ينجح، شلون تنجح؟ بعض المدارس الأهلية والجامعات أكو نجاح جاي يصير وأكو فرض. والله شلون إيش داوم مدرسة أهلية لازم ينجح؟ أنا ما أريد ينجح عمي، أريد ينجح بذراعه، أريد ينجح بزوده، والله مط فلوس مدرسة أهلية لازم ينجح. بالتالي المدارس الأهلية، بما أنه بعد عندنا وقت، على الحكومات المحلية في كل محافظات العراق متابعة أسعار المدارس الأهلية والجامعات والروضات. أكو كثير من الأمور ما راح نذكرها، وعلى السادة المسؤولين متابعة الأسعار. ما معقول خب ما لازم من الفضاء يقدر مين تلقاها الخاطر الله من الصحة ومستشفيات كلها أهلية ومستوصفات وعيادات، لو أتلقاها من المدارس الأهلية شو يريد يصير؟ ترى عمي مو كل اللي داوم من المدارس الأهلية متمكنين، أكو ناس دخل محدود، موظف دخل محدود يودي ابنه بمدرسة أهلية باعتبار المدارس الحكومية كل صف 50 طالب وكل مدرسة 3 دوامات وجاي يصير لود. بالتالي أنتم خلصتونا من اللود كمدارس أهلية، بس عم نريد مراقبة، متابعة، محاسبة. أريد متابعة الدرجات، شلون الإشراف التربوي اللي يتابع بالحكومي، أريد إشراف تربوي يتابع بالأهلي، وهذا حقنا عمي، حقنا عمي. هذا التعليم هو اللي يخرج المحافظ ويخرج الوزير ويخرج المعلم ويخرج الأمة كلها. فالتعليم أمانة بعناق الشرفاء، أمانة أمانة عمي. أغلب الناس هسه ما جاي تقرأ وتكتب بسبب ما جاي يركزون عليهم من الابتدائية. إذن هذا كان الناشط وما تحدث عنه. ويعاني القطاع التعليمي بشكل عام في العراق منذ سنوات طويلة من إهمال حكومي وضعف كبير في استحداث مدارس جديدة وترميم تلك القديمة، إلى جانب النقص في الملكات التعليمية ما يؤثر سلبا في مسيرة التعليم بالبلاد. وسبق أن أقرت لجنة التربية النيابية بصعوبة إنهاء ملف المدارس في ظل الفساد وهيمنة الأحزاب السياسية وميليشياتها. وقالت اللجنة إن هناك أكثر من 2000 مدرسة طينية تنتشر في عدد من المحافظات العراقية، وهي تفتقد إلى أغلب الوسائل الداعمة للعملية التربوية، ولا تقي الطلبة الحرارة والبرد، وتشكل خطرا أيضا على حياتهم. من جهته، شكى ناشط من محافظة ذي قار الواقع المتدهور للمدارس في إحدى المناطق بالناصرية والتي تعاني من النقص الحاد بعدد المدارس. فلنشاهد معا هذا الفيديو. السلام عليكم. اليوم أنا جتني مناشدة ورسائل في منطقة تسمى بمنطقة سيد خضير. هاي المنطقة بها مدرسة مختلطة، هاي مدرسة الخالدون الابتدائية للبنات، مدرسة الأمجاد المختلطة المتوسطة، ومدرسة الخالدون الابتدائية للبنات.
احنا نعرف اليوم عدد سكان هاي المنطقة بتزايد مستمر. هاي المنطقة اللي تقع يعني في مركز المدينة للأسف الشديد ماكو يعني هناك مسؤول أو نائب أو عضو اجى لهاي المدرسة أو شوف فضحها. يعني احنا تجينا أموال عديدة لكن هاي المدارس ليش ما جاي تندرج؟ يعني هاي المدرسة أكثر من 10 سنوات إلى 12 سنة وهي في مركز المدينة. باو حتى احنا نعرف هذا السندويش الفرار والكرفونات هي صارت عليها لقب كثير ومنعت من قبل وزارة الصحة وزارة التربية لأن سرعة الحرق تكون بها بعد ما صارت حادثة مستشفى النقاط. لكن احنا نسأل المسؤولين في المحافظة، هاي المنطقة كبيرة جدا يعني كثافة سكانية والمدرسة فيها طلاب ما يعني يقارب 700 إلى 800 طالب وهذا وضعها الكرفون. هسه احنا هاي المدرسة يعني هسه الأرض القرى الريفية يعني هم جاي تعاني، لكن هاي المدرسة في مركز المدينة وقريبة على مركز المدينة، ما معقولة كل الأموال اللي اجت للمدينة ما شبلت هاي المدرسة أكثر من 12 سنة 13 سنة. يعني أنا أتمنى يوصل هذا المنشور للناس المعنيين وخصوصا المختصة مديرية التربية أو وزارة التربية يشوفون ونظرون نظرة إلى هاي المدارس الكرفونية في مركز المدينة. لازم نقضي على المدارس الكرفونية لأن هي يعني لا بالشتاء تفيد ولا بالصيف تفيد. نفس الوقت الكادر هم جاي يعاني يعني من خلال الأمطار، يعني الأمطار جاي تنزل عصف وتكون هناك يعني مشاكل داخل هاي التلفونات. اللي نتمناه من حكومتنا ما زال هناك أموال ترصد إلى ذي قار، خصصوا أموال إلى المدارس وانهوا موضوع المدارس الطينية والمدارس التلفونية. هاي المدرسة قرب سيد غفير وهناك كثافة سكانية عديدة، لكن هي هاي المدرسة التلفونية بها 3 دوامات وهاي 3 دوامات مثل ما تشوفون هاي القطع اللي موجودة. نتمنى صوتنا يوصل إلى الحكومة المحلية وإلى النواب، زورونا هاي المناطق واطلعوا على الناس وشوفوا شنو متطلباتهم، مو وقت الانتخابات تجون تاخذون أصواتهم وبعدها ما نشوفها. إذن كيف تفاعل العراقيون مع هذا الملف، ملف الإهمال الحكومي للمدارس في العراق؟ نتابع في التعليقات. راسم كريم قال للأسف المدارس الحكومية مهملة. علي الأسدي علق قائلا المدارس الأهلية سرقة في وضح النهار بعلم الحكومة المحلية والمركزية. أيضا رسول العادلي قال قبل الدوام لابد هناك حملة واسعة من تنظيف المدارس وإعادة إعمار الرحلات وترميم السطوح، ونحن مقبلين على فصل الشتاء وكذلك تأهيل حمامات الطلبة والتلاميذ، ويكون متابعة وإشراف من مديريات التربية. زيدون المقصوصي قال أغلب الأهالي يفضلون المدارس الأهلية على الحكومية لضمان النجاح لأبنائهم. أبو ليرة الخيكاني علق قائلا واقعنا التربوي في العراق مأساوي مع الأسف، فوق كل هذا يستقطع أجور الأبنية المدرسية. علي فتلاوي خشان الخفاجي قال كان الله في العون، والله نفس المأساة في كل المدارس الكرفانية وإلى الله المشتكى. إذن علي فتلاوي نختم التعليقات لهذا الملف وإلى ملفنا الثالث، ونتحدث فيه حول تردي وتراجع الخدمات الصحية في العراق، حيث أعرب عراقيون عن استيائهم من استمرار تخبط القرار الحكومي بشأن واقع الخدمات الصحية في بلادهم بعد تعمد الحكومات المتعاقبة الزج بالمرضى في سلسلة من الأزمات بدلا من إيجاد الحلول المناسبة لهم لانتشالهم من الواقع الصحي المتردي وتخفيف معاناتهم. وفي هذا السياق طالب ناشط من محافظة ذي قار بتوفير سيارات الإسعاف في مستشفى الشطرة الذي يضم نسبة كبيرة من الأهالي ويعاني حاجة ماسة في سيارات الإسعاف فيه، فلنتابع. شوف وزير الصحة، وزير الصحة اللي ما بيك حظ والحاط لك مدراء بدائرة الصحة بذي قار ما بيهم خير وما بيهم حظ ويفكرون
بس المناصبهم ولا الراتب. الشطرة عدد سكانها 700,000، 10 إسعافات بس 2 يشتغلن يا الحرامية يلي جاي يسمعون صوتي. أنا ما أريد أدخل للدائرة، خاف تحاسبون الموظف الحارس شلون إجا بآية شلون صور. لا، اشتغلتكم بعقلي، لأن أنتم جبناء، أنتم ما عدتم غير هاي الوسيلة تحاسبون الموظف. بس من إسعافات ما عدكم بس 2 يشتغلن والباقة عطلانات، ومدير صحة الديقار يسمعني النايم الحاطلة كومة من دول ما بيهم حظ بدائرة المتعذبين. الشيل حزب الفلاني وحزب الفلاني وسياراتك هاي الطابقة يا مدير صحة الديقار كلها عاطلة بالشطرة، والناس حيرة زمانها ما ذبصوش بالموظفين ولا أبو الأسعاف السائق ولا أبو مدير دائرة، لأن لا حول ولا قوة. يكتب لك وترجع الكتاب عليه، يكتب لك تاخذ سيارته ذبيتها بالتصليح. فها رسالة لوزير الصحة، حاط لك زمرة مال حرامية وما بيهم حظ، لأن إسعافات ماكو بالشطرة بس 2. إذن وانزلقت كافة القطاعات الخدمية في البلاد لا سيما الصحية منها نحو التراجع السريع بسبب الفشل الحكومي منذ الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003، فضلا عن الفساد المستشري وتخبط القرار داخل أروقة الحكومات المتعاقبة. ويعاني القطاع الصحي في العراق من تراجع كبير وانهيار أدى إلى حرمان ملايين العراقيين من الرعاية الصحية المستحقة لهم ولعائلاتهم، بعدما أدى الفساد والفشل الحكومي إلى نقص الكوادر الطبية ونهب مخصصات الرعاية الصحية لصالح الفاسدين في الأحزاب الحاكمة والميليشيات المتنفذة سياسيا. فلنشاهد هذا المقطع الذي يظهر لنا جانبا من الإهمال الذي أدى إلى طفح مياه المجاري داخل مستشفى الفيحاء وسط محافظة البصرة، فلنشاهد معا. يا جماعة صديق جيلي، هاي صارنا سنتين على هالحالة، هاي الأشعة خيسة تكتل، خيسة الأشعة تكتل، الأجهزة الماي طبعا الأجهزة، ها طبعا الأجهزة، طبعا ها شوفوا ها طبعا الأجهزة، اذا احترقت الاجهزه ما علاقه احنا، ما هي مسؤوليتنا، المسؤوليه اللي يتحمل مسؤوليتها قاعد نبلغهم سنتين ما قاعد يسوون احد. خوش راح نعزل الاشعه بعد حتى ما نشتغل. يا جماعه صديق جيلي، هاي صارنا سنتين على هالحاله، هاي الاشعه خيسه تكتل، خيسه الاشعه تكتل، الأجهزة الماي طبعا الأجهزة، ها طبعا الأجهزة، طبعا ها شوفوا ها طبعا الأجهزة. كيف علق العراقيون على هذا الموضوع؟ فلنشاهد معا. ياسر السعيدي قال: لو أكو حرص على الشعب العراقي كان ما تركوا المستشفيات الحكومية مهملة لهذه الدرجة المخزية واهتموا فقط بالمستشفيات الأهلية، مستشفيات التسليب كما سماها ياسر. عبد الرحمن محمد: شر البلية ما يضحك، يعني قضاء 600,000 نسمة ما بي إسعاف، كارثة هاي. ضياء غانم العمري قال: مع كل أسف هذا حال الشطرة، حال الإسعاف وحال الدفاع المدني. سقبان كامل السعيدي قال: سيارات الإسعاف متقصدين على العطل، لن يصرفون لها فلوس تصليح وهمية، حالها حال سيارات البلدية. هشام البصري قال: خراب تام في المشافي الحكومية للأسف الشديد. أسعد عزيز قال: ناس فاسدين والأغلبية مسنودين من الأحزاب السياسية الفاسدة، شو وقت نخلص من هذا الوضع ومن الأحزاب؟ ما أدري. إذن هذه كانت تعليقات وتفاعل العراقيين مع هذا الموضوع، موضوع المشافي والإهمال الحكومي للقطاع الصحي. أبو سمية من الأنبار، حياكم الله أخوي أبو سمية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخوي أبو سمية. أخوي أبو سمية، كيف ترى الملف الصحي في العراق؟ هل هو في ازدهار أم في تراجع؟ سيدي الكريم، التراجع والفضائح في الملف الصحي أصبح أمرا معروفا ولا ينكره إلا من أصيب بالعمى. إن احترام
الملف الصحي والخدمات الصحية هو من احترام قيمة الإنسان. فلو نظرت إلى المعاهدات الدولية وإلى كثير من البلدان ترى أنها تتعامل مع القطاع الصحي بشكل خاص، يعني العلاج، المعالجون والمستشفى قبل كل شيء عملهم إنساني قبل أن يكون مهنيا، يتعامل مع الكل من المصابين والمرضى على مختلف أديانهم وألوانهم وقومياتهم، يتعامل بشكل متساو مع الجميع. وهذا ما لاحظته طبعا في المستشفى السعودي الذي فتح في بغداد في بداية سقوط بغداد. في إحدى المشاهد العجيبة أتي بطفل قد احترق، ومما جذب انتباهي أن كثيرا من كادر المستشفى يركضون داخل ميدان المستشفى وكأنهم عداؤون، وكأنهم ليسوا أطباء وليسوا ممرضين. وهذا الذي عجبني، الذي دفعهم هو الإنسانية. سيد الكريم، من المضحك والمبكي أن بعض المرضى يدخل إلى المستشفيات الحكومية وقد يكون مرما في ساحات المستشفى الخارجية ولا أحد ينتبه إليه. سيد الكريم، العجب العجاب أنني أزور بعض البلدان، على سبيل المثال الحمامات في مطار الدوحة التي مررت بها يوما، والحمامات في المسجد النبوي، والحمامات في المسجد الحرام، هي أفضل حالا من أفضل المستشفيات في العراق، وهذا ينبع من الاهتمام ومن الإنسانية. وصل الحد إلى أحزابنا العراقية أنها وصلت إلى حد التمادي، ووصلت إلى الحد الذي تقول له للشعب: أنا أسرق، أنا أفسد، وأنا أهمل، وأنا أبخس حياة المرضى وحياة الشعب العراقي، والذي لا يرضى فعليه أن يضرب رأسه بعرض الحائط. يعني لماذا وصل الحال نعم أخي أبو سمية، لماذا وصل الحال بالعراق إلى هذا الحد؟ هل هي نقص من الأموال؟ هل هي لأجل السرقة فقط لا غير؟ هل هو أمر متقصد لربما يعني الدفع بالنخب العراقية للهجرة وترك بلادهم؟ لما هذه يعني ما السبب وراء ما يحصل؟ السيد الكريم، الأمر مقصود 100%، لا نقول إهمالا بسيطا، ولكن نقول إنه أمر مقصود 100%. تهجير الكوادر الطبية الكفوءة إلى خارج العراق، وربما قاموا باغتيال بعضهم، وكذلك عندهم هدف آخر وهو احتقار قيمة الإنسان العراقي، هذا الذي دفعهم إلى هذا الأمر. لمصلحة أما من؟ الأموال فإنها مبذولة. لمصلحة من؟ الأموال مبذولة. لمصلحة من هذا يعني تسقيط كل القطاعات في العراق؟ لمصلحة من؟ لمصلحة دولة إيران الإسلامية التي دمرت المسلمين في الشرق الأوسط. مختصر مفيد، هذه الثلة الفاسدة أتت بتوجيه إيراني لتنفذ كلمتين بسيطتين: جاء ليهدم. وشكرا للبرنامج. شكرا جزيلا لك أخي أبو سمية من الأنبار. إذن إلى ملفنا الأخير لهذه الليلة مشاهدين، إلى ملف الجسور والطرقات وما يعانيه من فوضى وفساد، حيث وجه مواطنون من محافظة البصرة انتقادات حادة للشركة التي قطعت الطريق المؤدي إلى مجسر العسكري لعدم وضعها إشارات أو دلالات تحذيرية عن عملها، إضافة إلى عدم تطبيق عوامل السلامة العامة، علما أنها المرة الثالثة فيما يبدو والتي يتم فيها قطع الطريق لتنفيذ مثل هذه الأعمال خلال فترة قصيرة، أعمال الصيانة. فلنتابع هذا الفيديو. أعزائي، هذا طريق مستشفى الفيحاء، تشوفون هاي الشركة سادة الشارع اللي يروح التقاطع مع ياسين خريبط، يعني لا حواجز حول السايد على هذا السايد الرايح باتجاه مستشفى الفيحاء، ولا حواجز ولا إشارات مرورية ولا علامات تحذيرية، وشوفون سيارة بس السيارة. أريد أعرف أنتم بالنسبة لكم حياة المواطن هيك رخيصة؟ يعني المهم أنتم متكسبون ومو مشكلة المواطن يموت؟ شوفون ذاك السايد مقطوع
وهذا السايد محولينه على الجانب الثاني ولا اكو اشاره تحذيريه ولا علامات تقطع الطريق. يا اخي خلونا بلوك، خلونا حتى لو كتل كونكريتيه، ليش هيك يعني؟ هذا اذا واحد يجي من عبور من هناك ويتحول فجاه على هذا السايد وما يدري شو يصير، يعني تصوروا شنو الكارثه اللي راح تصير، وبرقبه من وامانه من ومنو يتحمل المسؤوليه؟ شوف هذا ابو التكتك مثلا اللي يريد يعبر، تفضل زين، مو لهالدرجه حياه المواطن صارت لكم رخيصه. المهم انتم تكسبون واحنا مو مشكله. اذا كان هذا الفيديو اكدت لجنه الخدمات النيابية أن الحكومة فشلت حتى الآن في الرقابة وإنهاء الفساد في هذا الموضوع. نتابع ما حصل أو ما رصده الناشطون في هذا الفيديو. إذن كيف علق العراقيون على هذا الموضوع؟ فلنتابع معا. علاء الهلالي قال: هذا استهتار بالمال العام، لا مهندس مقيم، لا شركات بها خير، أدري ماك واحد يحاسب. ساجد سعد قال: حكومة المحلية ماكو لا متابعة ولا رقابة. جمال الوائلي قال: والله مشكلة، لو أكو عقوبة للشركات المتنفذة ما يصير هالهدر بالمال، لو مجاري تنسد لو تبليط غير صالح. إذن أيضا عادل حسن: مع الأسف والله هي مشاريع ديوانية، والله فشل، عار عليكم هذا العمل الفاشل. أيضا أحمد الفتلاوي علق قائلا: روحوا شوفوا المحجر مال السريع الدولي، صار له حوالي 50 سنة، وشركاتكم أو شركاتكم هاي الفاشلة شهر زمان وصار خرايب، مع كل أسف هدر المال بوق وسرقات. أيضا أمين باسم قال: أفشل مشاريع العراق بمحافظة الديوانية، كل بوق، الله ينتقم منهم. إذن هذا كان آخر تعليق في ملفنا لهذا اليوم في ملفنا الرابع، حيث سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على ارتفاع حالات الانتحار في العراق ووصولها إلى أرقام مفزعة نتيجة التدهور الأمني والاقتصادي فضلا عن انتشار المخدرات في البلاد. فلنشاهد هذا التقرير الذي أعده لنا قسم التواصل في قناة الرافدين.
أيضا مشاهدين، تفاعل عراقيون على منصة إكس وعبروا عن رفضهم لقرار ترحيل خريجي المهن الطبية لعام 2023 إلى موازنة 2025، والذي وصفوه بأنه حل ترقيعي للهروب من الأزمة ومحاولة لتسويف مطالب المتظاهرين المطالبين بالتعيين. وأكدوا على الخروج بمظاهرات الأسبوع القادم للمطالبة بتضمين جميع خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية لدفعة 2023 بالتعيين المركزي ضمن قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 وشمول جميع الأقسام المتبقية بالتعيين وعدم الترحيل لموازنة عام 2025. كما حذرت نقابات المهن الطبية والصحية من تداعيات تأجيل تعيين دفعة 2023 إلى موازنة 2025. فلنقرأ كيف كانت تغريدات المتفاعلين مع هذا الموضوع. دانيا الياسري علقت أو غردت قائلة: ستكون لنا مظاهرات الأسبوع القادم لتضمين جميع خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية لدفعة 2023 بالتعيين المركزي ضمن قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 وشمول جميع الأقسام المتبقية بالتعيين، ونرفض الترحيل. هاشتاج الترحيل مرفوض. رقية حسين علقت أو غردت قائلة: الترحيل مرفوض لدفعة 23، هذا الهاشتاج، خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية لدفعة 2023 يرفضون الترحيل وشمول الجميع مطلبنا. زهراء علقت قائلة: خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية لدفعة 2023 ضمن قانون 6 لسنة 2000 التعيين مركزي مطلبنا، الترحيل مرفوض لدفعة 2023، هذا الهاشتاج. رمزي العراقي علق قائلا: حكومة الميليشيات تقرر ترحيل العدد المتبقي من خريجي المجموعة الطبية البالغ 30,000 إلى نهاية 2025. إذن هذا كان تفاعل العراقيين مع هذا الموضوع. وبهذا نختم حلقتنا لهذا اليوم، حلقة برنامجكم صوتكم. دمتم بخير، إلى اللقاء.